السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أستاذ جواد النحو في درس جديد من دروس الرياضيات الخاصة بالسنة الثالثة من التعليم الثانوي الآتي، ألا وهي معادلة مستقيم. إذا كنا شفنا حنايا في الدرس الماضي، شفنا أن دالة خطية كتكتب على شكل إف لي إكس كتساوي أ إكس، وشفنا أن دالة تآلفية كتكتب على شكل إف لي إكس كتساوي أ إكس زائد بي. مزيان. اذا هاد اف لي اكس بحد ذاتها كتمثل داله، يعني الرمز ديال داله فونكسيون، وكنديرو اف لي اكس. يعني انا معادله مستقيم راه بحال الا خدامين نيت في واحد الداله تالفيه ا اكس زائد بي او داله خطيه. فقط اشنو كيديروا هما؟ ما كنستعملوش اف لي اكس، كنديروا بلاصتها ايغريك، وكنقولوا ايغريك تساوي ا اكس زائد بي. بحال غير ملي كنوليو كنخدمو بإيكغيك، ما كنوليوش هذه كنسميوها دالة، كنوليو كنقولو معادلة مستقيم. نفس الأشياء، فقط ملي كنديرو إف لي إكس كيولي مصطلح دالة، ملي كنوليو كنخدمو بإيكغيك تساوي أ إكس زائد بي كنوليو كنخدمو بمصطلح معادلة مستقيم. أنا داك هنايا أ ما وليناش كنقولو ليه معامل، في الدرس الماضي كنا كنسميو هاد أ معامل، هنا كنوليو كنسميو باين. ميل أ كيتسمى ميل، أو بي كيتسمى الأرتوب عند الأصل. غادي نشوفو أشنو مقصود بالأرتوب عند الأصل. جيد. غالبا هما كيسموها إيكغيك أ إكس زائد بي، وغالبا هما كيخدمو بإيكغيك يساوي إم إكس زائد بي. بحال غير فقط تغير المصطلحات، بدلا أن يشتغلوا بحرف أ و بي كيشتغلوا بحرف إم و بي، ولكن المعادلة هي المعادلة نفس الديكور اللي عندها، هادو كيبقاو مازال متغيرات أعداد يجب تحديدها. مزيان، احنا تعرفنا مبدئيا شنو مفهوم بمعادلة مستقيم. نديرو مثال باش تفهموا أكثر. مثلا إذا خدينا معادلة مستقيم تكتب بهذا الشكل، إيكغيك تساوي 2 إكس زائد 3، هذه دابا معادلة مستقيم. قال لك حدد الميل. الميل شكون هو الميل هنا؟ هو ام، كتقول لي ام تساوي ماذا؟ هو 2، هذا كيتسمى ميل المستقيم. اذا علاش كيسميو 3؟ علاش كيسميو الارتب عند الاصل؟ بكل بساطه ملي كنعوضو اكس بصفر، عوض ليا اكس بصفر اش غادي تلقى؟ غتلقى صفر زائد صفر في 2 هي صفر، صفر زائد 3 3، كتلقى في الاخر إيكغيك تساوي 3. بمعنى إذا كان إكس يساوي صفر فإن إيكغيك تساوي 3. داكشي علاش هاد 3 كيسميوها الأرتوب عند الأصل، يعني عند أصل إكس يساوي صفر كيسميوه الأصل، وبالتالي كيتسمى الأرتوب عند الأصل. مزيان. إذا هنايا غادي نشوفو كيفاش أنه يمكن لينا نمثلو هذا المستقيم هذا. مزيان. اذا لتمثيل مستقيم بكل بساطه نعتبر نقطتين 2، يعني كما شفنا في داله تالفيه، يعني كنقولوا اذا كان اكس، يعني نعتبر نقطه ا اذا كان اكس ماذا؟ اذا كان اكس تساوي 1 وكنشوفوا ايكغيك شحال كتساوي، بكل بساطة كتعوض 2 في 1 زائد 3 كتساوي 5. يعني النقطة أ للإحداثيات ديالها 1 5 تنتمي لهذا المستقيم. إذا كنجي للمعلم ديالي بكل بساطة وكنلقى 1 وكنلقى 5، يعني كندير تلاقي بهذا الشكل كما شفنا. طبعا نتوما كما قلت لكم راه عندكم السطورة ديال الدفتر كيعاونوكم، ولكن ما فيها باس انك تعلم هاد المسائل هذه. اذا هاد النقطه اللي لقيت هنايا هي ا. مزيان. هاني لقيت واحد النقطه تنتمي لهذا المستقيم، يعني تنتمي اليه. اذا الان نشوفوا نقطه اخرى، يعني حيت نقطه واحده غير كافيه، هذه راه ماشي داله خطيه باش تقول راه تبرر من صفر صفر. لو انني كتبت لك ايكغيك تساوي إتالي إكس وحبست، ما كتبتش لك زائد شي حاجة، هادي راه كتستنتج أنها دالة خطية، يعني يكفي أنك غير تلقى نقطة وكتربط ما بين زيرو وزيرو وكتلقى في المستقيم ديالك. ولكن هنايا عندنا زائد 3، إذن يجب اعتبار نقطة أخرى كيفما كانت. كما كنقول لكم غير ما تبالغوش، يعني تقول إذا كان إكس يساوي 33 ولا ما تبعدش بزاف، خذ قيم صغيرة. إذا كان إكس مثلا تساوي 2
إذا كنعوض، إذا إيكغيك تساوي اثنان في اثنان زائد ثلاثة، إذا أربعة زائد ثلاثة كتساوي لي سبعة. وشوفوا، وبالتالي كنستنتج أن النقطة ب مثلا التي إحداثيات ديالها جوج سبعة تنتمي لهذا المستقيم الذي معادلته إيكغيك تساوي جوج إكس ثلاثة. إذا كتجي كنختار جوج سبعة، إذا كندير بهذا الشكل جوج ثم كنلاقيها مع سبعة بهذا الشكل، لي كوردوني ديالها ها هما بي. ثم ملي لقيت نقطتين يكفي أنه كنربط ما بين هاتين النقطتين، وكنلقى مثلا المستقيم الذي معادلته إيكغيك يساوي اثنان إكس زائد ثلاثة. الأمر بسيط، لاحظوا. إذا هذه هي هذه هو المستقيم ديالي للمعادلة ديالو، مثلتها بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا مزيان. الآن هذه نشوفوا كيفاش، إذا انتقلوا للمرحلة الموالية، امسحوا السبورة. إذا هذه نشوفوا هنايا كيفاش يمكن لي من نقطتين اثنين، يعني مثلا نعطاك نقطتين تنتميان للمستقيم أبي، يعني هذا المستقيم راه هو مستقيم أبي، عطاك الإحداثيات ديال نقطة أ والإحداثيات ديال نقطة بي، ولكن هو بغى من هاد جوج إحداثيات تلقى لي المعادلة ديال المستقيم. إذا أشنو كنعرف أنا على المعادلة ديال المستقيم؟ أعرف أن المعادلة تكتب على شكل إيكغيك تساوي إم إكس زائد بي. وشوفوا، إذا كنديرو أ بي بين قوسين جوج نقاط، بمعنى أن هاد المعادلة راه ديال هاد المستقيم. إذا المطلوب مني باش نحدد المعادلة هو أن أبحث عن إم وأبحث عن بي. ملي كنلقى إم وكنلقى بي راه لقيت المعادلة ديالي. طبعا إيكغيك و إكس ميمكنش تقلب عليهم حيت هما متغيرات، يعني كيبقاو بهذا الشكل. إذا لنحسب إم، إذا أش كتقول لي القاعدة كيفاش كنلقى إم؟ ملي كيكونوا عندي جوج نقاط إم ماذا تساوي؟ بكل بساطة كتعطيني إيكغيك بي ناقص إيكغيك أ على إكس بي ناقص إكس أ. يعني باختصار، إذا شنو هو إيكغيك بي؟ يعني الأرطوب ديال بي، شحال الأرطوب ديال بي؟ ثلاثة ناقص الأرطوب ديال أ ناقص اثنان على الأفصول ديال بي. شنو هو الأفصول ديال بي؟ هو ناقص اثنان ناقص الأفصول ديال أ ناقص واحد. خصنا ننتبهوا للإشارات. إذا ثلاثة ناقص ناقص اثنان هي ثلاثة زائد اثنان هي خمسة، ناقص اثنان ناقص واحد هي ناقص ثلاثة. هذه لقيت إم، وبالتالي اكتشفت المجهول الأول اللي هو خمسة على ناقص ثلاثة. هنكتبه بالخضر باش نبين لكم أنه راه لقيت إم اللي هو ناقص خمسة على ثلاثة. في مدرب ناقص ماشي مشكل، شوية درتها فوق شوية درتها تحت، هادشي شفتو في الأعداد الجذرية. مزيان، إذا الآن سأبحث عن بي. إذا ملي لقيت أنايا ملي لقيت إم سهلة، إذا خصني نلقى بي لنحسب بي. إذا شوفوا لا ميثود كيفاش كنحسبوا، كيفاش كنلقاو المعادلة لنحسب بي. إذا لدينا هاد المعادلة أ بي، كيفاش ولات؟ ولات بهذا الشكل، إيكغيك تساوي ماذا؟ تساوي ناقص خمسة على ثلاثة ماذا؟ على ثلاثة إكس زائد بي. اذا بي هو المجهول ديالي باقي ما لقيتوش. اذا باش نلقى هاد بي، انا اعلم ان النقطه ا تنتمي لهذا المستقيم، او ان النقطه بي تنتمي لهذا المستقيم. واحد فيهم الله يجعل البركه. اذا غادي ناخذ انا يا ا، نعلم كما شفنا تماما في الداله التالفيه اللي شفنا كيفاش اننا كنحددوا الداله التالفيه. شفنا اف لي اكس ناقص اف لي اكس بي على اكس بي ناقص اكس ا، نفس الاشياء فقط. هنا بس بدي اف لي اكس بي ناقص اف لي اكس ا كنديرو ايكغيك بي ناقص ايكغيك ا، نفس لا ميثود. اذا هنايا نعلم ان ماذا؟ ان النقطه ا التي احداثيات ديالها واحد ناقص جوج تنتمي للمستقيم ا بي، او باختصار نقدر ندير ا تنتمي ل ا بي بهذا الشكل، ولكن حنا درناها هكا باش يبان لكم. اذا بما اننا نعلم ان ا احداثيتها واحد ناقص جوج تنتمي للمستقيم ا بي، كنعوضو كنكتب ايكغيك تساوي ماذا؟ كتساوي ليا ناقص خمسة على
ثلاثة، إذا بكل بساطة إكس، إكس هو في هذه الحالة واحد، إذا كنعوضو إيكغيك بالقيمة ديالتها هي ناقص جوج كنحطها هنا، و إكس واحد كنحطها هنايا، زائد إذا هذا الضرب زائد بي. إذا لو كنحسب عندي هنايا بي، عندي ناقص خمسة على ثلاثة في واحد هي ناقص خمسة على ثلاثة، ثم ناقص اثنان، وكنبحث هنايا إذا بي تساوي ماذا؟ تساوي ناقص اثنان ناقص خمسة على ثلاثة، كديرها بجوج كتولي زائد خمسة على ثلاثة، إذا بي تساوي ماذا؟ كنوحدو المقامات كتولي ليا ناقص ستة على ثلاثة زائد خمسة على ثلاثة، إذا بي باختصار كتساوي ليا ناقص واحد على ثلاثة، وهاني لقيت بي بكل اختصار. بما أنني لقيت إم ولقيت بي، نستنتج إذا أن المعادلة أب تكتب على شكل إيكغيك يساوي ماذا؟ يساوي إم، فينا هي إم هي هنا ناقص خمسة على ثلاثة، إذا أنا كنستعمل الألوان فقط باش يبان لكم، ثم إكس راه إكس خلاص، زائد بي اللي هي ناقص واحد على ثلاثة، إذا ناقص واحد على ثلاثة، إذا هذه هي المعادلة ديالي اللي هي ناقص خمسة على ثلاثة، ناقص ناقص واحد على ثلاثة، الأمر بسيط جدا. إذا هنايا كيفاش أنني يمكن لي نستخرج معادلات مستقيم انطلاقا من نقطة، من نقطتين. إذا نتمنى أن هذه الفقرة ديال هذا طبعا كيفاش تحدد معادلات مستقيم من نقطتين فهمتوها مزيان. إذا ننتقل للفقرة كيف نحدد مثلا أن ثلاث نقاط مستقيمية. إذا هنايا كما تلاحظون باش نبينو أن ثلاث نقاط مستقيمية، لا يكفي فقط أن مثلا عطيتك هنايا ثلاث نقاط، إحداثتها واحد ناقص اثنان بي ناقص اثنان ثلاثة سي صفر ناقص واحد على ثلاثة، ماشي كتجي وكتقول لي بلاتي نمثلها في هذا المعلم هنايا ونشوف واش أ واش بي واش سي طبعا هي تنتمي لنفس المستقيم، هذا غير كافي لأنه خاصك توضح لي كيفاش. إذا باش نبينو أن ثلاث نقاط مستقيمية، نعلم أنه إذا كانت انتبهوا، إذا كانت أ و ب و س مستقيمية، إذا كانت أ و ب مس إذا كانت أ و ب و س مستقيمية، فإنها طبعا بالضرورة، فإنها بالضرورة ستنتمي لنفس ماذا؟ لنفس المستقيم الذي معادلته ماذا؟ الذي معادلته شكون؟ معادلته إيكغيك يساوي أإكس أو إم إكس، إذا هما كيخدمو بإم إكس بزاف، بحال إم إكس زائد بي، يعني أن هاد ثلاثة النقاط يعني أنه باش تبين أنهم كينتميو لنفس المستقيم، ضروري أنهم بثلاثة كينتميو لواحد المعادلة يعني مختصرة ديالتها هي إيكغيك يساوي إم إكس زائد بي. كيبقى السؤال هنايا كيفاش باش تنفعني هاد القضية هادي؟ حنا كان شفنا في التمرين السابق أنه باش نحدد إم يكفي أنني كنخدم غير بنقطتين، إذا في الأول لنحسب إم انطلاقا من النقطتين أ و ب، إذا شوفوا مزيان، إذا كنساو مثلا السواش كاينة كنخدمو بأ و ب، كيفاش كنلقى إم؟ إم راه شفناها كتكون هي إيكغيك إيكغيك بي ناقص إيكغيك أ على إكس بي ناقص إكس أ، واش مفهوم؟ كنحسب عادي، إذا كنساو واش كاينة السي، إذا إكس بي هي إيكغيك بي عفوا إيكغيك بي هي ثلاثة ناقص إيكغيك أ هي ناقص ناقص اثنان، ثم إكس بي هي مثلا ناقص اثنان ناقص واحد، ثم كنحسب ثلاثة زائد جوج هي خمسة ناقص جوج ناقص واحد هي ثلاثة، هنا في هذه الحالة ناقص خمسة على ثلاثة، ثم عاوتاني كنخدم كنحسب إم انطلاقا من النقطتين بي و سي، لاحظوا، لنحسب إم انطلاقا من النقطتين مثلا بي و سي، بحال نقطتين مختلفتين المهم على أ و بي، بي و سي، نفس الشيء هنا كنديرو إم وكنديرو إيكغيك بي مثلا ولا إيكغيك سي بحال باش ما بدينا، حيت في الأخر إلا درتي إيكغيك بي كتسبق بإكس بي، إيكغيك بي ناقص إيكغيك سي على إكس بي ناقص إكس إكس سي، إيكغيك بي شحال عطيولي الأورتوب ديال بي هي ثلاثة، الأورتوب ديال سي هي
ناقص 1 على 3 يعني ناقص مع ناقص هي زائد 1 على 3، اكس بي هي ناقص 2 ناقص اي 0 يعني ناقص 0، ثم اكس سي هي 0، ثم 3 زائد 1 على 3، اذا كنوحدوا المقامات هنا 3، 3 في 3 9 زائد 1، ثم ناقص 2 ناقص 0 هي ناقص 2، اذا كتساوي لي هنايا 10 على 3 على ناقص 2، إذا طبعا ناقص 2 كتولي لي بهذا الشكل 10 على 3 في 1 على ناقص 2، إذا كنختزلوا 10 مع ناقص 2 اش كتبقى لي؟ كتبقى لي ناقص 5، إذا كتبقى لي 5 في الفوق وناقص 3 في التحت، حيت 10 مع 2 كتولي 5 ناقص 1 كتمشي كتبقى لي 5، وبالتالي 5 على ناقص 3 كنلقى انه عندي نفس الميل، يعني الميل اللي لقيته ما بين ا و بي هو نفسه الميل الذي اللي لقيته ما بين بي و سي. مثلا الا سميت هذه ام وسميت هذه ام بريم، كتقول بما ان ام كتساوي ام بريم فبالتالي ا و بي و سي تنتمي لنفس المستقيم، وبالتالي ملي كينتميو هما لنفس المستقيم فإنهما نقط مستقيمية. هذا مثلا الحالة الثانية. نشوفوا الحالة الثالثة مثلا كيفاش يمكن لي نحدد معادلة مستقيم انطلاقا من بين ونقطة تنتمي إليها. هذه هي اللي بسيطة كاع بزاف، أنه بعض المرات مثلا كيفاش كيعطيك مثلا واحد واحد كيقول لك حدد معادله مختصره للمستقيم، اذا علمت ان الميل كيساوي مثلا جوج والنقطه مثلا نعتبر نقطه كما كانت ا احداثيتها صفر جوج تنتمي لهذا المستقيم، اذا النقطه ا صفر جوج تنتمي لهذا المستقيم. اذا هنا الامر بسيط جدا، اذا اشنو كتقول؟ نعلم ان y كتساوي ام اكس زائد بي معادلة، هو أصلا عطاك جوج هناك، يعني إذا باختصار إذا هاد إم أش كتولي؟ كتولي إثنان، راه عاطيها ليك مباشرة بلا ما تحسبها، كتولي إيكغيك تساوي إثنان إكس زائد بي، كيبقى خاصك تلقى غير بي، هو عاطيك واحد النقطة، إذا كتعوضها هنايا، نعلم أن أ تنتمي للمستقيم المعلوم المستقيم اللي معطي لينا، اذا كنعوضوا الاحداثيات ديالو، صفر كتعوضوا بلاصه اكس وجوج كتعوضها بلاصه ايكغيك، اذا كتخرج لك ايكغيك جوج تساوي اثنان في طبعا زيرو زائد بي، اذا باختصار جوج في زيرو زيرو، اذا كتخرج لك بي مباشرة كتساوي اثنان جوج زيرو زيرو بي تساوي اثنان، وبالتالي كتستنتج ان المستقيم معادلته ايكغيك تساوي جوج اكس زائد بي اللي هي اثنان. هاني لقيت المعادلة. هادو هما الطرق، اما كيعطيك نقطتين، اما كيعطيك البين وكيعطيك نقطة وحدة، واما كيقول لك بين ان ثلاث نقط مستقيمية كما ذكرت في سابقا. مزيان، اذا الان نلتقي للفقرة الموالية.